قال يقول محسن بن علي عبد الله توسل بمن؟ من؟ يمحي ويثبت كل ساعة شان ما قدر يكون. يا من خلق سبعا سماوات وبالعليا سكن لكنه حاضر على تحريك خلقه والسكون. لكنه قادر على تحريك خلقه والسكون أحيان يتماثل جمالي ما ظهر والله بطن وكلها في قدرته محفوظ ما شيئا يهون. أخذ نواصيها ونفخ الروح في أصل البدن عالم ضمائرها وعالم كل ما تخفي الظنون. هو قبل القبل متقدم قديما أولا هو بعد البعد لا قبله ولا بعده يكون. هو أولا هو آخرا هو ظاهرا هو باطنا ظاهر ولكن محتجب بالنور ما تراه العيون. هو أولا هو آخرا هو ظاهرا هو باطنا ظاهر ولكن محتجب بالنور ما تراه العيون إلا أهل شره وأهل معرفته يشوفونه زكن والباقيين عوام تؤمن به ولكن يجهلون. الحمد لك على المعرفة ديسيت لي بين الهين. الحمد لك على المعرفة ديسيت لي بين الهين ما يعرفوا قدري ولو علمتهم ما يعلمون. يا عين عين العين كم يخلق كم صور عين. يا عين عين العين يا عين انكروها الجاهلون. ها بعد ذا الحين طاب الشوق والقلب افتهن. دي عبروا سقوا دي ما عبروا شي مجلبون. زال الألم والهم وزال الضيق مني والمحن. من يوم جاني دردوات ونسي يخالف باللحون. يعني دردوات هذا الحليل حقا. من يوم جاني دردوات ونسي يخالف باللحون وامتدت السبحة وانا وياه مدينا سرين يبدع وانا جوب بدنا اقول ليلتنا درون 70 حلة فوقها ماشي لها عندي ثمن من 1000 جنيه حمر ثمنها رخيص لهم ما هي شي زبون. من 1000 جنيه حمر ثمنها رخيص ما هي شي زبون. ابهج متود لا هرج ما يهج الا هرج فن ابلد ازج الحاج بعوض مثل ما كسر المزول. لا لا قلت واحد جامع يطلع لي البيت هذا بس يغلى يوصفه وصف ابهج متود لا هرج ما يهج الا هرج فن أبلج أزج الحاج بعوض مثل ما كسر المزون. أخضر شميخ الجعد ماء الورد والعقل اندهن مسكوخ مثل الليل أصبر سافقه فوق المدون. أظهر لألة نور مشرق من جبينه الوجن ينزل علينا رحمة الرحمن من نور العيون. له شم روائحها تخلي العقل يمرض واستجن. من كان مثلي يا أخي يجنن عادي يجننون. خلي المغطى يا أخي محجوب من قبل الحزن. من قال ربي يعلم قال ربي يعمل ما شئتم وإنا عالمون. قال ربي يعمل إن هذه الليالي عشرة في نصها في الفجر للقراء لهم عارضون وكلها بالآدمي بالمس والضواب البدن وظاهر ولكن يا أخي ما تعرفوه ما يعرفوه الغافلون. وبعدنا بوصي وصايا تسمعوها في سكن وبعد ما بوصي وصايا تسمعوا هذه قلبك والجوارح والاذن. الاوله كل الوفاء الاوله كل الوفاء لا اخوك لا اخوك الاوله كل الوفاء لاخوك والابنه ولا وانتبه مؤتمن. الاوله كل الوفاء لاخوك لا انت مؤتمن حتى ولاه يشتمك ولا وفي ولا يخون حتى ولاه يشتمك ولا وفي ولا يهون. واترك كلامه واتركه قد تعايف من حسن ولا تكن للخائنين أخصام والمتخاصمون والثاني الدين الحنيف احفظ ثروبه والسنن تحشر مع أهل الدين فيهم للفرائض حافظون. واحذر حديث الكذب لأن الكذب ماشي له ثمن. واحذر حديث الكذب لأن الكذب ماشي له ثمن. من سار بالكذب اتهم وصار من دين يكذبون. كن عالما أو مستمع للعلم أو متعلما ولا تكون الرابعة تهلك عادي يهلكون. إبليس والنسوان وأهل القصقصة وأهل الحجن. إبليس والنسوان وأهل القصقصة وأهل الحجن شور الردي منهم عند التالية ما يحلمون. والسادس الدين احذر لا تقربه طول الزمن. الدين هو داء القلوب يا ويل ويل أهل الديون. وعاله الدين العدي هو قطرة الدم والفتن. وعاله الدين العدي هو قطرة
دم والفتن. فتنة بني العم أخي داء الجسد داء البدون. العيب ما في عيب لا منباع ولا مرهن. العيب ما في عيب لا منباع ولا مرهن. قد وصي الرحمن في محكم كتابه بالرهون. العيب إن شاء بخور عنبه واندحن. العيب إن شاء بخور عنبه واندحن. مدفي وهو محلوب يا عيب اللحايا والدغون. اذكر نبي مبعوث من قلب تهامه واليمن. خلوا معي يا من حضر ولا سمع ولا تتاسلون.